السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. وصلنا لمنهج سنة تانية ثانوي، أول درس بيتكلم عن إعراب المضارع. خدناه قبل كده، هنفتكر القديم وهنزود الجديد ونعرب الفعل المضارع بالتفصيل. قبل ما تعرب الفعل المضارع حدد الفعل المضارع. هات الفعل المضارع، شوف الفعل المضارع ده صحيح الاخر اخره حرف صحيح، ولا معتل الاخر اخره حرف عله، ولا فعل من الافعال الخمسه. قبل ما تتكلم خالص عن اعراب الفعل المضارع، مهم جدا. ليه؟ هنعرف دلوقتي واحده واحده. يعني ايه صحيح الاخر؟ يعني اخره حرف صحيح، يعني ما يكونش اخره حرف عله. يعني لو اخره الف او واو او ياء هيكون اسمه معتل الاخر. هنا يكتب اخره ايه؟ الباء. اخره ألف او واو او ياء؟ لا، يبقى ده اسمه صحيح الاخر. طب يسعى اخره ايه؟ دي ألف اسمها ألف لينة، يسعى. يقضي ده اخره ياء. يدعو ده اخره واو. طالما اخره ألف او واو او ياء ده اسمه معتل الاخر. طب لو فعل بالافعال الخمسة، هتقولي انا نسيت الافعال الخمسة. عادي ولا يهمك، كلنا بننسى الافعال الخمسة. اي فعل مضارع زي يكتب مثلا، ده فعل مضارع، هتقول احنا لسه قايلين ده صحيح الاخر. طيب واحده واحده، صحيح الاخر اهو لو فعل اي فعل مضارع زودنا له بقى الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه في الاخر على بعض كده، يكتب او يكتبان، يكتب او يكتبون، تكتبي او تكتبين، ده اسمه كده فعل من الافعال الخمسه. يعني يكتب ده صحيح الاخر، يسعى معتل الاخر، يكتب او يكتبان، يكتبوا ده اسمه فعل من الافعال الخمسه. عارفين طبعا ان الافعال، هتقولي طيب ثانيه واحده، الفعل ده يرجو كده اخره واو، ده فعل من الافعال الخمسه؟ لا، ده الواو دي اصليه، يبقى هنا اسمه معتل الاخر. انما هنا يكتبوا، هنا الفعل ده يكتبوا، الواو دي اللي هي يكتب، والواو دي واو الجماعه، الالف دي بتزيد بس بعد واو الجماعه، ما ينفعش انا في يرجو احط الالف، يبقى ده اسمه فعل من الافعال الخمسه. احنا خدنا قبل كده ان الافعال الخمسة الفرق هنا النون اهي لو موجودة بالشكل كده، لو موجودة يبقى ده مرفوع بثبوت النون، مش موجودة يبقى منصوب او مجزوم بحذف النون، لان احنا عارفين ان الافعال الخمسة بترفع وعلامة الرفع ثبوت النون، تنصب حذف النون، تجزم بحذف النون. عرفت خلاص ان الفعل ده صحيح او معتل او افعال خمسة، تبدأ بقى تعرف الفعل المضارع. الفعل المضارع بيكون يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم، مفيش مجرور، مجرور دي خاصة بالأسماء، مرفوع منصوب مجزوم. نبدأ واحدة واحدة. منصوب إذا سبق بناصب لو في سبب للنصب، مجزوم لو في سبب للجزم. طيب مفيش ولا ناصب ولا جازم يبقى مرفوع. هنبدأ بالمرفوع. مرفوع إن لم يسبق بناصب ولا جازم ولا قبليه حاجة لا تنصب ولا حاجة تجزم. خدنا قبل كده اللي بينصب أن لن كي حتى لم التعليل. خلينا اللي بيجزم لن هي ولم الامر، لو جاي فعل شرط، لو جاي جواب شرط، هنتكلم عن كل ده بالتفصيل. طيب مفيش سبب للنصب ولا الجزم يبقى مرفوع. وبرضه ما يكونش ولا معطوف على منصوب ولا مجزوم، يعني لو معطوف على حاجه منصوبه او معطوف على مجزوم هيبقى زيه. لما نيجي نقول قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك فترضى، الفاء دي حرف عطف. يبقى هنا عندنا يعطيك وسوف يعطيك، ده فعل يعطي اللي هو يعطي، ده فعل مضارع مرفوع، الفاء ده حرف عطف، يبقى طرد ده معطوف بس ده مرفوع، هيكون مرفوع زيه، معطوف على مرفوع. يعني لو معطوف على منصوب يبقى منصوب زيه، معطوف على مجزوم هيبقى مجزوم زيه. هنشرح برضو كل ده بالتفصيل واحده واحده. المهم لو لقيته مرفوع عايزين بقى نتكلم عن علامات الرفع. ما انا قلت لك هتحدد هو صحيح الاخر ولا معتل الاخر ولا فعل من الافعال الخمسه. لان لو مفيش سبب للنصب ولا الجزم هيكون مرفوع. لو لقيته صحيح الاخر يبقى مرفوع علامه رفعه ايه؟ الضمه الظاهره. معتل الاخر يبقى مرفوع علامه رفعه الضمه المكدره. فعل من الافعال الخمسه يبقى مرفوع علامه رفعه ثبوت النون. خلي بالك ان احنا عندنا في علامات الرفع لو لقيته مرفوع، لو قال لك مرفوع بعلامه اصليه يبقى الضمه بس، الضمه سواء ظاهره او مكدره شغاله. الضمه مرفوع علامه رفع الضمه، يبقى هنا دي علامه اعراب اصليه. انما لو افعال خمسه مرفوع بثبوت النون هقول له دي علامه اعراب فرعيه.
هنا ده معطل الاخر بالضمه، لا الضمه دي علامه اعراب اصليه، هنا ثبوت النون دي هي اللي علامه اعراب فرعي. طيب المهم تعالوا نشوف كده، نستخرج الفعل المضارع ونعرف. يكتب الطالب الدرس، فين الفعل المضارع؟ يكتب قبليه نصب او جازم، لا صحيح الاخر هيبقى مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الضمه. عايز اقول الضمه او اقول الضمه الظاهره عادي، عشان ممكن يجيبها الاختياري دلوقتي يقول لي ظاهره ولا مقدره. طيب لو معتل الاخر، لو قلت يسعى يقضي يدعو، يبقى على طول يسعى واللي فعل مضارع مرفوع، بس هنا علامه رفع الضمه المقدره. طب الضمه المقدره دي ايه، اصليه ولا فرعيه؟ لا دي اصليه، مفيش فرع غير ثبوت النون. افعال خمسه، هنا الاطفال يلعبون مرفوع، طالما النون موجوده يبقى مرفوع، هقول له فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون لانه فعل من الافعال الخمسه. خلاص بس يبقى احنا كده عرفنا المرفوع، المرفوع اللي بيصبغ بناصب ولا جازم، لو صحيح الاخر مرفوع بالضمه الظاهره، معتل الاخر ضمه مقدره، فعل من الافعال الخمسه بيكون مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. طيب نبدا نتكلم عن النصب، عارفين برضه انت بيكون منصوب لو في سبب للنصب، يعني اذا سبق بناصب. هنزود برضه شويه حاجات صغيره عن اللي احنا خدناه قبل كده، احنا قلنا اذا سبق بناصب، خدناه قبل كده عارفين ان، لن، كي، حتى، ولم التعليل، حتى خدناها قبل كده، بس هنشرحها دلوقتي لأنها لها شرط برضه، لها شروط. يبقى هنا أن لم كي حتى لم التعليل بدون شروط. حتى خدناها قبل كده، بس احنا بقى هنزود الشرط بتاعها. حتى، فاء السببية، لم الجحود، وو المعية، وإذا، برضه بتنصب الفعل المضارع، هنشرح كل ده. ده بشروط. ناخد عرفنا خلاص اللي من غير شروط، لو قبليه ان لم كي حتى لم التعليل هيكون منصوب. منصوب بايه؟ هترجع تشوف هو صحيح الاخر ولا معتل الاخر ولا فعل من الافعال الخمسه. هنقولها تاني، بس نعرف الاول ايه موضوع الشروط ده. حتى علشان تنصب الفعل المضارع لازم الفعل المضارع يدل على الاستقبال، يعني الشرط بتاعه اهو ان يدل الفعل على الاستقبال. طب لو الاستقبال يعني المستقبل، طب لو دل على الحال او الماضي، لا خلاص هيكون مرفوع ما تنصبش. يعني لما اجي اقول مثلا غاب صديقي حتى لا ارى، صديقي غاب النهارده ما جاش علشان ما اشوفوش، علشان ما اشوفوش في المستقبل ولا علشان ما اشوفوش دلوقتي، حتى لا اراه الان، يبقى هنا ده دل على الحال، يبقى هنا لم يدل على المستقبل، يبقى هنا الفعل المضارع هيكون مرفوع. ليه؟ لان فقد الشرط. اقول له فقد الشرط لانه لم يدل. ممكن يقول لك ايه السبب؟ اقول له لم يدل على الاستقبال، لان شرط حتى ان هنا الفعل بتاعها يدل على المستقبل. طب ممكن يقول لك حتى بتفيد الايه؟ عندنا بتفيد حاجتين، يا اما بتفيد الغايه يا اما بتفيد التعليل. يعني ايه؟ لما اجي اقول لك لا استقرار، مفيش استقرار حتى تحل قضيه فلسطين، عندنا يا حتى. هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الى ان، بمعنى الى ان. أو بمعنى لغاية، كتبنا هنا الآن أهو بتفيد الغاية، لغاية يلا بالعامية كده، إلى أن تحل القضية، لغاية ما تتحل. يبقى لو قال لك بتفيد الإيه؟ أقول له بتفيد الغاية، جاية بمعنى لغاية، جاية بمعنى إلى أن. طب لو قال لك ذاكرت دروسي حتى أتفوق، علشان، لو جت بمعنى لن التعليل، بمعنى لكي، بمعنى علشان، يبقى هنا اسمها بتفيد التعليل. كده كده بتنصب، يبقى اللي بعدها فعل مضارع تفوق، فعل مضارع منصوب، تحل فعل مضارع منصوب. عرفنا حتى، شرط حتى ان الفعل يدل على الاستقبال. طيب ناخد بقى فاء السببيه اللي بعده، نعرف برضو الشرط بتاعها. شرط فاء السببيه ان يكون اللي قبلها سبب للي بعدها، بس ايه الشرط المهم؟ ان يجي قبلها طلب، طلب او نفي. يعني ايه طلب؟ يعني استفهام، امر، نهي، ده اسمه طلب. الطلب اهو، لو امر أو نهي أو استفهام أو تمني أو رجاء، عرض، تحضير، ده اسمه طلب لو فاء السببية جاي قبلها طلب أو نفي برضه، أو نفي، واللي قبلها سبب للي بعدها، يبقى هتنصب الفعل المضارع. مثال عشان نفهم، لما أقول لك اصمت، اسكت فتسلم، مش ده طلب؟ اسكت ده طلب، ده فعل أمر. فاء أهي، دي هسميها فاء ليه؟ فاء السببية. فالسببيه بتنصب الفعل المضارع، يبقى تسلم فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه. لما تسكت هيكون انك تسلم، فالسكوت ده السبب، سبب في انك تسلم، فالفاء هنا اسمها فاء السببيه. طيب لو جاي قبلها نهي، لا تتكلم فتسلم، يبقى لا تتكلم ده الطلب،
برضه هيكون ناهي، فعل السببيه هيكون منصوب، لازم تسبق بطرف طب او نفي عادي، ما اخطات فاعتذر، الفعل اسمها فاء السببيه، يبقى اعتذر فعل مضارع منصوب. طالما سبقت بطرف اللي بعدها اللي قبلها سبب للي بعدها، انا ما اخطاتش علشان يكون سبب ان انا اعتذر، يبقى هنا هيكون مهم يكون قبلها طلب، هي طلب يا نفي، هيكون برضو بتنصب الفعل المضارع. بعد كده خدنا حتى، خدنا فاء السببيه، لام الجحود. لام الجحود بتسبق بكون منفي، برضو الشرط المهم اهو، كون منفي. يعني ايه كون؟ يعني كان ويكون، يعني نفي، يعني حرف نفي زي ما اهو، ما كان ده النفي وده الكون، كون منفي، كون منفي. وبرضو شرط تدخل اللام على خبر كان، يعني ما يكونش في خبر لكان قبل لام الجحود، يعني ما كان الله هنا، ما كان الله، الله دي اسم كان، ما كان الله ليعذبهم، يبقى هنا اللام اسمها لام الجحود. ليه؟ سبقت بكون منفي، ما كان، يبقى يعذب، اللام دي اسمها لام الجحود. خلي بالك اللام لو جاي بعدها اسم، ممكن تكون اللام دي اصلا حرف جر، ممكن تكون لام التعليل، ممكن تكون لام الامر، ممكن تكون لام القسم. هنا كون منفي اسمها لام الجحود، لام الجحود بتنصب، يبقى يعذب اخر باء، يبقى فعل مضارع منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره، والجمله الفعليه كلها في محل نصب، يبقى الجمله الفعليه دي خبر كان، يبقى لازم اللام دي. في ناس بتقول ان ده مش خبر كان، مش مشكله، بس هنا اللام دي لازم تدخل على الجمله الفعليه اللي هي خبر كان، يعني ما يكونش في خبر لكان قبل اللام دي. طيب ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، طيب هي هنا معناها ايه؟ بتفيد اصلا، بتيجي عشان تقويه النفي والانكار، كون منفي ما كان او لم يكن. ما كان الحر، ما كان الحر، ما كان الحر رو الحر ليقبل الضيم، اللام دي اسمها لام الجحود، يبقى ده فعل مضارع منصوب. طيب ما كان الحر عاجزا، ايه ده؟ في خبر اللي كان، يبقى هنا عاجزا، الحر عاجزا، يبقى عاجزا دي خبر كان منصوب. طب ليقبل، هنا يقبل دي لام التعليل، علشان يقبل يبقى هنا لام التعليل، ودي اسمها لام الجحود، لازم لام الجحود تدخل على خبر كان. خدنا حد فهي السببيه، لام الجحود، في واو المعيه واذا، واو المعيه برضو بتنصب المضارع، بس بشرط برضو ان يجي قبلها نفي او طلب. لا تنهي عن خلق مع انك بتعمل زيه وتاتي مثله، الواو بتيجي بمعنى مع، واو اسمها واو المعيه برضو بتنصب، يبقى تاتي فعل مضارع برضو منصوب. اذا برضو تنصب الفعل المضارع، بتيجي في اول الجمله وبتكون جواب لكلام سابق وبيدل على الاستقبال، ستزورني غدا، او الجمله خلصت، اذا اكرمك، يبقى هنا اذا هتنصب الفعل المضارع اللي هو اكرم، يبقى ده فعل مضارع برضه منصوب. منصوب وعلامه نصب الايه؟ هبدا اشوف اللي احنا التقسيمه اللي قلناها في الاول، اشوف هو صحيح الاخر ولا معتل الاخر ولا فعل من الافعال الخمسه. لقيته صحيح الاخر يبقى منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره. لقيته معتل الاخر، هشوف هنا معتل الاخر، لو معتل الاخر بالواو او الياء هتكون فتحه ظاهره، معتل الاخر بالالف فقط هتكون فتحه مقدره، فعل من الافعال الخمسه هتكون حذف النون. خلي بالك كويس جدا، في النصب المرفوع كان لو معتل بالالف او الواو او الياء بيكون مرفوع وعلامه رفع ضمه مقدره، في المنصوب بيكون منصوب بالفتحه المقدره لو معتل الاخر بالالف فقط. اهو لن تنجح، فين سبب النصب؟ لن وحتى، يبقى تنجح صحيح الاخر منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره، منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره. طيب هنا ظاهره او مقدره دي علامه اعراب اصليه، حذف النون بس هي اللي علامه اعراب فرعيه. تذاكره برضه منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره. طيب لو كان معتل الاخر بالالف، ما كان الحر قلنا ده كون منفي، اللام دي لام الجحود، يبقى يرضى اخره ايه؟ معتل، يرضى، يسعى، يبقى هنا معتل الاخر بالالف، يبقى هنا هيكون منصوب وعلامه نصب الفتحه المقدره لو معتل الاخر بالالف فقط. طب لو فعل من الافعال الخمسه، لا تتكاسلوا، لا ده نهي، يبقى ده مجزوم، ده مش منصوب. فين المنصوب؟ فاء السببيه اهي، فاء السببيه سبقت بنهي، يبقى تندم ده فعل مضارع منصوب وعلامه نصب حذف النون لانه فعل من الافعال الخمسه، وهنا علامه الاعراب علامه اعراب فرعيه، يبقى هنا الفعل الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يبقى احنا كده برضو شرحنا رفع الفعل المضارع ونصب الفعل المضارع في تدريبات اهي، برضو هسيبها لك اسفل الفيديو تحلها.
بعد ما اتكلمنا عن رفع الفعل المضارع ونصب الفعل المضارع، فاضل جزم الفعل المضارع. خدنا قبل كده اسلوب الشرط، عارفين اكتر من حاجة لجزم الفعل المضارع. لو جاي فعل شرط او جواب شرط بيكون مجزوم، لو قبليه لن هي او لن هي ولم ولما ولما الامر بيكون مجزوم. كلام ده مش جديد، يبقى اذا سبق بجازم، او لو جاي جواب طلب هنتعرف على برضه جزم المضارع في جواب الطلب، او جاي فعل شرط او جواب شرط او معطوف على مجزوم. يعني خدنا برضه قبل كده في المنصوب، لو معطوف على منصوب هيبقى منصوب، لو معطوف على مجزوم هيبقى مجزوم. طيب هنا اول حاجه واحده واحده، امتى بيكون مجزوم؟ اذا سبق بلان هي ولم ولما ولم الامر. لما اجي اقول قالت الاعراب قوله تعالى، قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا، يبقى لم هنا مجزوم اهو، لم يبقى الفعل المضارع بعدها يكون مجزوم، يبقى تؤمنوا فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم حذف النون لانه فعل من الافعال الخمس. ولكن قولوا اسلمنا ولما اهو، لان هي ولم ولما، يبقى لما يدخل، يبقى يدخل فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون. ولا هتقولي ثانيه واحده، بيدخل تحتها كسر، لا ما هي هنا عشان ده ساكن واللي بعده ساكن فتحركت للكسر منع الالتقاء الساكنين. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يبقى لو لنا هي، خلي بالك برضو الفرق كويس جدا ما بين لنا هي ولنا في، هنقوله دلوقتي ليه، هتلاقيها موجوده تحت. طيب يبقى لو جاي قبليه فعل مضارع، لو جاي قبليه ان لن كي حتى لم التعليل بيكون منصوب، ان لن كي حتى لم التعليل فالسببيه واو المعيه لم الجحود اذا بيكون منصوب. طيب لنا هي ولم ولما ولم الامر مجزوم. طيب لو جاي فعل شرط، فين ادوات الشرط؟ ان ومن وما ومهما ومتى واينما وكيفما وايان وحيثما وان واي، دي اسمها ادوات شرط جازمه. في ادوات شرط غير جازمه؟ اي شرحناها في اسلوب الشرط، اذا ولو ولولا وكلما، دي اسمها ادوات شرط غير جازمه. أدوات الشرط الجازمه لما اقول لك ان تذاكر تنجح، ان تذاكر تنجح، يبقى هنا تذاكر بفعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون، تنجح جواب الشرط فعل مضارع مجزوم. في هنا شويه برضو معلومات هسيبها لك برضو تاخد بالك منها، اي بيجي بعدها مضاف اليه مجرور، وادوات الشرط كلها اسماء ما عدا اي، اي دي معربه كلها اسماء اسم شرط مبني، وادوات الشرط كلها اسماء ما عدا ان تذاكر ان ده حرف دي مش اسم. وعندنا هنا برضو اذا ادغمت ان مع لنا فيا، لما اجي اقول ان تذاكر، طب عايز اقول ان لا بعملها ازاي؟ بقول الا. دي ادوات الشرط اللي احنا شرحناها قبل كده، عايزين بقى نكمل. تعال احنا عرفنا خلاص اسلوب الشرط. لو قلت ان تجتهد تتفوق، فعل الشرط وجواب الشرط بيكون مجزوم، ده مجزوم وده مجزوم. يبقى في اداه بتجزم فعل واحد، لان هي ولم ولما ولم الامر بتجزم فعل واحد. ادوات الشرط بتجزم فعل الشرط وبتجزم جواب الشرط اللي هي ان ومن وما ومهما. يبقى هنا لما اجي اقول قلنا خلاص ان ولا بنقول الا، ذاكر جيدا والا تفعل، لو ما عملتش كده والا تفعل ترسب. يبقى خلي بالك الفرق ما بين الا، علشان هنا في حاجه اسمها الا دي عباره عن ان ولا، ان دي بتنصب، غير الا، الا دي عباره عن ان ولا، وان دي بتجزم، دي اداه شرط الا. والا تفعل ترسب، يبقى هنا ترسب ده جواب الشرط. فين فعل الشرط؟ محذوف. والا تفعل ترسب، يبقى ترسب ده جواب الشرط مجزوم، فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون. طيب يبقى احنا عرفنا برضو هنا اول حاجه، في ادوات بتجزم فعل واحد، لو جاي فعل شرط او جواب شرط برضو بيكون مجزوم، لو جاي بجواب طلب مش هنتكلم عنه دلوقتي لسه هنشرحه لوحده. بس علشان تقول مجزوم وعلامه جزم الايه اللي احنا قلناه في اول الحصه، هنشوف هو صحيح الاخر ولا معتل الاخر ولا في علامه الافعال الخمسه. برضو طبعا لو صحيح الاخر هيكون مجزوم وعلامه جزم السكون، معتل الاخر حذف حرف العله، افعال خمسه بتجزم وعلامه الجزم حذف النون. طيب لما نيجي نشوفه، لا تتكاسل، تتكاسل ده لنا هي ولنا هي بتجزم. خلي بالك بقى الفرق ما بين لنا هي ولنا في، اهي نقولها هنا اهي. لما اجي اقول لا تتكاسل، لنا هي طلبيه، لو بيطلب منك حاجه يبقى دي نهي، ما بيطلبش حاجه منك يبقى دي نفي. اخباري اهو، لا تهمل، لو قال لك لا تهمل دروس يبقى دي هنا لا ناهية، هتعمل ايه؟ ايوه تجزم، يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون. انما لما اجي اخبرك نفس الكلام، لما اجي اقول لك انت لا تهمل، انت لا تقصر، انا طلبت منك حاجة؟
لا يبقى دي نافيه، يبقى هنا النافيه ما بتاثرش في الفعل المضارع، ان هي بتجزم، النافيه ما بتعملش حاجه خالص، هيفضل مرفوع. اقول انت لا تهمل، دي مرفوع، انت لا تهمل، يبقى تهمل انت دروسك، دروسك يبقى ده مفعول به، يبقى هنا تهمل ده يكون فعل مضارع مرفوع. فرق ما بين لا الناهيه اللي بتجزم ولا النافيه اللي ما بتاثرش. عندنا هنا في علامات الجزم قلنا اهي برضو بنفس الطريقه برضو، لو هنا لو مجزوم علامه جزم السكون تبقى علامه جزم اصليه، حذف النون وحذف حرف العله دي علامات اعراب فرعي. لو صحيح الاخر بيكون مجزوم علامه جزم السكون، لا تتكاسل لتجتهد، لتجتهد اللام دي لام الامر، لتجتهد في دروسك. وخلي بالك برضو هنا بيكون مجزوم، لو صحيح الاخر مجزوم علامه جزم السكون. طيب كلمة تقول اهي، تقول لما اجي اقول لا تقول مجزوم علامة جزم الايه؟ السكون، تقول، بس هنا الواو ساكن، هنحذف العلة ده. ليه؟ هقول لا تقول. ليه؟ هقول منعا لالتقاء الساكنين. لو مجزوم بالسكون والحرف اللي قبل الأخير، الحرف اللي قبل الأخير حرف علة، هيكون مجزوم علامة جزم السكون، وهنحذف حرف العلة اللي قبل الأخير ده منعا لالتقاء الساكنين. زي تقول هقولها تقل، تنال تنال، تستطيع تستطع، بنحذف الحرف اللي قبل الاخير، بس برضه بيكون مجزوم وعلامه جزمه السكون. صحيح الاخر يبقى مجزوم وعلامه جزمه السكون، اصليه ولا فرعيه؟ اصليه، اي حاجه ثانيه فرعيه. طيب لو كان معطل الاخر بالالف تسعى، احذف الالف وقول تسعى، لا تسعى الا في الخير مثلا. تقضي، احذف حرف العله، لا تقضي الا بالحق. تدعو، احذف حرف العلة ولا تدعو، بس هنا الفتحة أعوض عن الألف، يعني أحط فتحة أعوض عن الألف المحذوفة بفتحة، أعوض عن الياء بكسر، أعوض عن الواو بضم. وفي كل الحالات لو معطل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء بقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ودي علامة إعراب فرعية. طيب لو كان فعل من الأفعال الخمسة بيكون مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. لما اجي هنا اقول قوله تعالى انما تكونوا اينما، هنا ده اسلوب شرط، واداه الشرط بتجزم فعل الشرط وبتجزم جواب الشرط، يبقى اينما ايه؟ دي اداه الشرط هتجزم فعل الشرط، اينما تكونوا يبقى اللي هيترتب على ده، خلي بالك فين جواب الشرط؟ انما تكونوا ياتي، مش شرط يجي بعدها على طول، ممكن يجي في اخر الجمله، هنا دي الايه الكريمه، هنا اينما تكونوا، يبقى تكونوا ده فعل الشرط، يبقى نعرفها فعل مضارع مجزوم، طب بس دي افعال خمس عادي، يبقى هنا اقول له فعل مضارع مجزوم او اقول له فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه حذف النون لانه فعل من الافعال الخمسه، دي علامه اعراب فرعيه. اينما تكونوا يات، كانت ايه؟ كانت ياتي، هنا حذفنا كانت ياتي وحذفنا حرف العله معطل الاخر بالياء، يبقى هنا فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله. يبقى هنا عرفنا برضو لو فعل الشرط، لو جاي فعل شرط او جواب شرط بيكون فعل مضارع مجزوم. طب لو جاي ماضي، لو جاي فعل الشرط او جواب الشرط فعل ماضي بعربه فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني في محل جزم. ويبقى احنا كده اتعرفنا على رافع ونصب وجزم الفعل المضارع، بتمنى لكم التوفيق. برضه هتلاقي الورقه ده موجود اسفل الفيديو، تقدر تحل التدريبات اللي موجوده عليه. بتمنى لكم التوفيق، لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير، اترككم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.